على ان هناك سيستم داخل النادي الاهلي احنا كلنا بنمشي عليه، عندنا اخطاء بنصحح هذه الاخطاء عشان نقف على رجلينا مره تانيه، عشان نعرف نجيب بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تاني، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي 80 90 مليون اهلاوي اللي موجودين في مصر يبقوا مبسوطين وفرحانين. انا ما بعملش كده علشان اتنطط ولا عشان كذا، لا لا، انا بعمل كده عشان ورايا 80 90 مليون اهلاوي عايزين يبقوا مبسوطين وفرحانين. 80 90 مليون اهلاوي عندهم استعداد يدفعوا كل اللي في جيبهم عشان يروحوا يتفرجوا على نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شفتوا في المباراه الاخيره. ناس او جمهور بيطلع من جيبه علشان يقول لكم احنا واقفين في ظهركم، يقول للاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره. عشان كده احلى حاجه في حياتنا دايما هي جمهور النادي الاهلي، احلى حاجه في حياتنا دايما هي ما حدث من 1907 لغايه دلوقتي. كابتن خطيب لما بيجي يتكلم مع حضراتكم في اي ايفنت بيحصل تلاقيه دايما اول حاجه يقول لك بعد فضل ربنا علينا فضل جمهور النادي الاهلي، بعد فضل ربنا علينا فضل جمهور النادي الاهلي. كلنا عارفين قد ايه ان فضل جمهور النادي الاهلي او ان جمهور النادي الاهلي له الفضل الاول في كل ما وصل اليه النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، لانه عنصر موجود على الحلوه وعلى المر. ودايما انا دايما اقول هذه الكلمه يوميا، اللي يراهن على جمهور الاهلي هو كسبان. جمهور بيحرك الصخر، هو مصدر امان اللاعبين بالمناسبه، ومصدر امان كل والاجهزه الفنيه وكل حاجه. ممكن ينتقدك جامد جدا جدا جدا، ولكن هيقف وراك جامد جدا 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 بعدها بيوم بعد ما ينتقدك. والله الواحد انا ما بشوف الصوره دي لوحدها كده جسمي بيقشعر لوحده من غير حاجه، والله لمجرد ان احنا بنشوف هذه الصوره وبنسمع هذه الاهازيج الرائعه من التشجيع الرائع من جمهور عظيم وكبير جدا جدا هو جمهور النادي الاهلي. جمهور لازم بعد هذا الانجاز ان انا اشكره، وبعد اي انجاز بيحصل في النادي الاهلي لازم نشكر هذا الجمهور الاهلي، جمهور الاهلي السند، جمهور النادي الاهلي اللي بيتحط في مكانه بالنسبه لنا كلنا كلاعبين. كنت لسه بتكلم مع بعض اللاعبين وبقول لهم، قالوا لي يا كابتن جمهور النادي الاهلي حرك الصخر. والله العظيم بجد بيقولوا هذا الكلام بيننا وبين بعض، لما بنيجي نتكلم بنقول هذا الكلام. هو اللاعب رقم واحد مش رقم 12 زي ما بيقولوا. جمهور الاهلي هو البطل الحقيقي، جمهور الاهلي هو صاحب كل ملاحم الانتصار او كل الملاحم الرائعه في جميع الانتصارات اللي بتحصل دائما مع النادي الاهلي.